السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن مرض سيميلر شوية للام اس، اسمه التهاب الدماغ المنتشر الحاد او الايدن او اي دي اي ام او القديم ايا كان النطق بتاعه. هنعرف التشخيص والاختبارات وجزء من العلاج الدوائي، لان انا حتى الان للاسف ما لقيتش معلومة كاملة عن البدائل الطبيعية للمرض ده. وهنعرف ايه وجه التشابه ووجه الاختلاف ما بينه وما بين الام اس. المرض ده انا ما كنتش اعرف عنه اي حاجة الا لما واحدة من المتابعين للقناة يعني طلبت عمل بحث عن المرض ده، وانا ما نسيتكيش والله، بس في حاجات ما ببقاش لسه عندي عنها علم، فباخد وقت شوية لان في ظروف وفي حاجات عك كتير كده، وفي حد بيصوت ورايا دلوقتي يعني. فاتمنى ان شاء الله يكون البحث النهاردة مش كامل هو، بس يكون قدرت ان انا اجاوب على سؤال من الاسئلة اللي عندي. مرض قديم او ادم ده، علشان يتم التشخيص بتاعه بالشكل الامثل، اول حاجة المرض او الفحص السريري. بمعنى ايه؟ يعني انا ايه حسيت بايه فروحت اكشف. في علاقة وثيقة ما بين بداية ظهور المرض او الاصابة وتطور اعراض عصبية. بيظهر عليا حاجات زي الصداع، حمى، حالة ذهنية متغيرة، بتتفاقم الاعراض دي على مدار ايام قليلة، بتظهر لأيام قليلة، بتبدأ المشكلة توضح ان هي في حاجة خطيرة، فبنلجأ ان احنا نروح للطبيب، فالطبيب بينصح او بيوصي بعمل اشعة رنين مغناطيسي MRI. فمن هنا بنبدأ نكتشف ايه المشكلة. مسح التصوير MRI جزء مهم جدا من التشخيص، تمام؟ في مرض ايدن عادة بتحدث تغيرات متعددة على نطاق واسع في المخ، في المناطق المعروفة باسم المادة البيضاء. عشان كده انا كنت منزلة تشريح المخ، بس هو كان ناقص على الترجمة، يعني في الوايت ماترز وفي الجري ماترز، وامتى بيتصاب دوت وازاي. يعني المهم ان مرض الايدن بيصيب او بيحدث فيه تغيرات في المادة البيضاء في المخ. المادة البيضاء دي اللي هي عبارة عن ايه؟ جزء من الدماغ والحبل الشوكي، برضو بيحتوي على الياف عصبية بتتغطى بمادة واقية زي ايه؟ اسمها ايه؟ المايلين. المادة دي اصلا، مادة المايلين مادة بيضاء مقارنة بالمادة الرمادية اللي بتحتوي على الخلايا العصبية. فبيحدث افات في المادة الرمادية دي في عمق الدماغ. في كثير من الاحيان بتكون المناطق المتضررة اكتر من نص الحجم الكلي للمادة البيضاء، في حين ان هذه التغيرات اهي في تغيرات واضحة جدا ومميزة في اشعة MRI، الا ان مش بس المشاكل دي او الافات دي او الضرر ده بيخص مرض الايدم. عشان كده لازم الاختصاصي الرعاية الصحية بيراعي حاجات تشخيصات تانية، زي تشخيصات ايه يا ترى؟ الام اس، التهابات الدماغ المباشرة، الاورام في بعض الاحيان. على مدار اشهر قليلة المفروض ان في تحسن بيحصل في التغيرات، طبعا بنعرفها من خلال الام ار اي، بل تختفي تماما. ده مرض ايه؟ ده مرض ايدم او التهابات الدماغ. لعل وعسى ممكن ده يكون السبب اللي الدكاترة بيعملوا اشعة الرنين المغناطيسي عشانه اكتر من مرة يعرفوا الدنيا وصلت لفين. المهم ده اول نوع من ايه الاختبارات اللي بتبين لي مرض التهاب الدماغ. الاختبار الثاني او التحليل الثاني اختبار السائل الشوكي. هناك بناخد
بذل، يعني فكرته ان بيحصل بذل للنخاع، السائل النخاعي دوت او السائل الشوكي، عشان برضو يبين ان في مشكلة او لا. ايه المشكلة اللي ممكن تبان في السائل الشوكي ده؟ وايه هو السائل الشوكي ده؟ السائل الشوكي دوت سائل شفاف عديم اللون بيدور حوالين المخ وحوالين النخاع الشوكي تحت طبقة الجمجمة، خلاص؟ ده وظيفته ايه؟ بيحمي الدماغ وبيزيل المواد الكيميائية من الدماغ. ايه اللي ممكن يحصل فيه؟ يعني ايه طبيعة الاختبار؟ هو كده كده قلنا ان هو سائل، فغالبا بيبين زيادة في الخلايا البيضاء اللي هي الخلايا الليمفاوية. الخلايا دي بتظهر جزء نشط من الجهاز المناعي. بعض الأحيان بيكون رد فعل لفيروس معين أو بكتيريا في السائل الفقاري، واللي ده قد يكون السبب في ظهور مرض الإيدم ده. المفروض في المرض ده مفيش حاجة اسمها عصابات قليلة النسيلة، مصطلح طبي عصابات قليلة النسيل، اللي هي عبارة عن ايه؟ انها عبارة عن نطاقات غير طبيعية من البروتينات شوهدت في بعض اختبارات السوائل الشوكية بتشير الى نشاط الجهاز المناعي داخل مسارات السوائل الشوكية وحولها. العصابات دي مش موجودة قلنا في الايدم، في مرض الايدم. طب موجودة فين يا فندم؟ موجودة في الام اس. قد يساعد هذا الاختلاف في تمييز بين الايدم والاماس. ده تاني نوع من الاختبارات اللي بتبين مرض الايدم. كيف يتم علاج التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر؟ طبعا كلمتين المحفوظين، يعد مرض نادر وملوش حتى الان علاج نهائي ومفيش تجارب سريرية مصممة ومفيش الكلام ده كله. في الوقت الحالي في مركبات استرودية بتتحقن في الوريد، على سبيل المثال اسم الدواء المكتوب دوت، ده بيتم اعطائه على مدار 5 ايام من 5 لـ7 علشان يقلل الالتهابات وسرعة الاستشفاء من المرض. حلو. بعد 5 ايام او 7 ايام بيبدأ ياخد حاجات عن طريق الفم، منشطات عن طريق الفم، ولازم اثناء تناول المنشطات دي يكون في مراقبة للمريض علشان نتفادى زيادة نسبة الجلوكوز، الانخفاض البوتاسيوم، اضطرابات النوم، بيحصل تغيرات في المزاج، تهيج، بكاء، قلق. مين ما بيحصلوش كده؟ عندما يتلقون الناس العلاج بالاسترويد بتحصل مضاعفات تانية قصيرة المدى للعلاج بالاسترويد. ممكن الوزن يزيد، ممكن الوش يبقى فيه تورم، تحس ان انت بتاكل معدن، في طعم الصدى في البق. كل دي اعراض او مضاعفات، يعني الى في طريقها الى الزوال. تمام. طيب ده كان العلاج بتاع المريض. اذا لم يستجب المريض للمادة دي يكون العلاج اللي بعده كخط تاني للعلاج اسمه الجلوبيولين المناعي الوريدي IVIG. العلاج ده عن طريق الوريد باستخدام منتج للدم ثبت للحد من النشاط في بعض امراض المناعة بما في ذلك مرض الايدم. يعطى العلاج عادة لبضع ساعات يوميا على مدى 5 ايام لنفس المخاطر. ممكن يزيد عليه التنفس بسبب الحمل الزائد للسوائل. نادرا ما يفتقر المرضى للجسم المضاد، جسم مضاد، اجسام مضاد، وده المهم للنظام، وقد يتفاعل بقوة اكبر مع الاي في اي جي. نهج اخر كعلاج، يبقى احنا عندنا نهج الحقن الاسترويد، والنهج الاخر هو البلازما.
وده علاج يتم تداول الدم من خلال جهاز يقوم بسحب مكونات الجهاز المناعي من الدورة الدموية، تمام؟ فهيقل، هيحصل نشاط المناعة هيقل. كل الكلام ده بيحصل في ساعات، يتم كل يوم لمدة من 10 ل 14 يوم. فسعادتك او سعادتك بتروح المستشفى الوقت بتاع، يعني هما بيحددوا انت قد ايه اقامتك في المستشفى، من 10 ايام ل 14 يوم انت تحت ايديهم، بعد ما يكون كل الوظائف الحيوية بتاعتك مستعد للقيام بالعملية دي او هما ادرى بيها، بيسحبوا مكونات الجهاز المناعي من الدورة الدموية فبيقل نشاط المناعة. بعد كده اللي بيحصل، ممكن يتحط قسطرة وريدية مركزية للسماح بنزع الدم من الجهاز بسرعة. تشمل مخاطر البلازما عدم الراحة من أخذ الدم، وفي بعض الأحيان الميل إلى النزيف بسبب انخفاض الصفائح الدموية والالتهابات. في الحالات الشديدة قد يكون العلاج الكيميائي ضروري، يمكن استخدام مركبين هكتب اسمهم قدامكم اهو، ولكن فقط اذا كانت العلاجات الاقل سمية غير فعالة، بمعنى ان دول نسبة اكثر سمية. ده كان المقال الاول اللي انا لقيته عن الايدم من موقع اسمه mycleveland.clinic.org، اللينك بتاعه مكتوب قدامكم. ده اول مقال تعقيبي الكلام، انا بنقل الكلام جبته ترجمته طلعت اقوله. البلازما ادخلوا انتوا شوفوا النسب ال 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 يعني ادخلوا شوفوا النسب بتاعت نجاح عمليات البلازما دي بنفسكم انتوا تحكموا عليها. المهم، المقال الثاني من مجلة healthline.com بيتكلم عن الفرق ما بين التهاب الدماغ الحاد المنتشر ومرض التصلب العصبي المتعدد. قال لي الحالتين التهابات، التهاب الدماغ النخاع الحاد الايدم والتصلب المتعدد الام اس، كلاهما من اضطرابات المناعه الذاتيه الالتهابيه. نظامنا المناعي يحمينا من خلال مهاجمه الغزاة الاجانب اللي بيدخلوا الجسم، في بعض الاحيان بيهاجم جهاز المناعه نفسه عن طريق الخطا الانسجه السليمه. سواء مرض الايدم سواء مرض الام اس، الهدف من الهجوم هو مادة المايلين، هو كده انا شايفها، سواء ايدم سواء ام اس، تمام. وقال لي ان هي دي المادة اللي بتغطي او بتغلف الالياف العصبية واللي وال الاضرار اللي لحقت بالمايلين، بتخلي من الصعب على اشارات المخ الوصول من والى الاعضاء، يعني من الاعضاء للمخ او من المخ للاعضاء، في الحالتين بتبقى فيه معاناة، تمام. ده بيسبب مجموعة واسعة من الاعراض، طبعا حدث ولا حرج على الاعراض، كلنا عارفين. هترجم برضو بس يعني ايه الـ يعني مش عايزة الكلام ده يأثر عليكي، مش عايزة الكلام ده يعني انا اتليست انت عارفة انت عندك ايه، انا حتى الان انا معرفش انا عندي ايه، دي متخيلة بقى الرعب اللي الواحد عايش فيه. في كل من الايدم والام اس تشمل بعض الاعراض فقدان البصر، ضعف العضلات، تنميل في الاطراف، مشاكل التوازن والتنسيق، صعوبات المشي، شلل ممكن شغال معانا. طيب هل مثلا في اختلاف في الاعراض، يعني ايدم في على عكس الام اس في اعراض؟ في اعراض تختلف، انا الله اعلم انا ما اعرفش. زي ايه؟ ارتباك، حمى، غثيان، قيء، صداع الراس، نوبات، هل ده ما بيحصلش في الام اس؟
معظم الوقت حلقة الآدم هو حدث واحد، بمعنى ممكن أو ده عادة ما يبدأ الشفاء في غضون أيام، ويتعافى غالبية الناس في غضون 6 أشهر. ما تزعليش. تختلف الأعراض حسب موقع الضرر داخل الجهاز العصبي المركزي. طيب الـ MS مرض يدوم مدى الحياة. في أشكال إعادة تحويل مرض التصلب العصبي المتعدد، تأتي الأعراض وتذهب، لكنها قد تؤدي إلى تراكم العجز. يعاني الأشخاص ذو الأشكال التقدمية من مرض التصلب العصبي من تدهور مستمر وإعاقة دائمة. وطبعا الـ MS ليه أنواع مختلفة. عوامل الخطر: يمكنك تطوير أي شرط في أي عمر، ومع ذلك من المرجح أن يؤثر مرض إيدم على الأطفال، بينما من المحتمل أن يؤثر الـ MS على الصغار البالغين اللي هم المراهقة. مرض الإيدم وفقا للجمعية الوطنية لمرض التصلب العصبي، تحدث أكثر من 80% من حالات الطفولة التي تصيب الأطفال والنساء دون سن 10 سنوات. تحدث معظم الحالات الأخرى في الأشخاص اللي بتتراوح أعمارهم ما بين 10 و20 سنة. نادرا ما يتم تشخيص إيدم في البالغين. يعتقد أن مرض إيدم يؤثر على شخص واحد من كل 125,000 شخص في الولايات المتحدة سنويا. الأكثر شيوعا بين الأولاد أكثر من الفتيات، نسبة 60-40%، عكس طبعا الـ MS. يعني احداثيات مش هتفيدنا باي حاجة. من المرجح ان يظهر في الشتاء وفي فصل الربيع اكتر من الصيف والخريف. برضو معلومة معرفش هتفيدنا ولا لا. مرض الإيدم يتطور في غضون اشهر من الاصابة. اقل من 5% يكون سببها التطعيم، ومع ذلك لا يتمكن الأطباء دائما من تحديد الحدث المثير. يعني لعل ما حدش يعرف ان احنا عندنا التطعيم، طبعا معروف ان هو بيسبب الامراض، خلي بالكم يعني. بس حدها مش هيطعم ابنه او بنته. الـ MS بقى يتم تشخيص الـ MS ما بين عمر 20-50 سنة. معظم الناس يتلقون التشخيص أثناء العشرينات أو الثلاثينات. مرض التصلب العصبي في النساء أكتر من الرجال، من 2-3 أضعاف الرجال. في القوقاز أكتر من معرفش مين، يعني إيه، طبعا برضو إحداثيات ملناش أي علاقة بيها. مرض التصلب العصبي ليس وراثيا، لكن يعتقد الباحثون أن هناك استعداد وراثي لتطوير مرض التصلب العصبي، بمعنى وجود قريب من الدرجة الأولى مثل أحد الأخوة أو أحد الوالدين مع مرض التصلب العصبي يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة للأطفال. ماشي. التشخيص طبعا بسبب الأعراض المماثلة وظهور الأفات برضو، أو الندوب في المخ أو البطش على حد بعض الدكاترة. ده عندك البطش بتزيد في الآخر، والله خدت الكلمة منه ونزلت عربية ده سيدني يعني. المهم راحت فين؟ بابا. من السهل أن يتم تشخيص خطأ مرض إيدم في البداية على إنه هجوم MS. ودي يمكن المعلومة اللي أنا بحب أشكرك عنها، إن أنت يعني ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك، إن أنت تكوني فتحتي سكة لحاجة لعل الله يحدث في ذلك أمر. يبقى ممكن وجود الأشعة الـ MRI تقرأ مرض غلط فتم تشخيصه على إنه MS وهو إيدم أو مرض تاني خالص. طيب الـ MRI
بيتكون آدم عموما من هجوم واحد. طيب الام اس هجمات متعددة، في هذه الحالة يمكن ان يساعد التصوير الرنيني تصوير الرنين المغناطيسي للدماغ. والله حلو الرنيني دي. بمعنى انا النهاردة تم تشخيصي في 2012 ان انا عندي ام اس، عديت مثلا كام شهر ورجعت عملت اشعة ام ار اي تاني، فظهرت البوتش القديمة اقدم وظهرت بوتش جديدة، وعديت مش عارف مرحلة كام قد ايه ورجعت عملت ام ار اي ظهرت اكتر. المهم بدأ يظهر عندي افات قديمة وافات جديدة، الاقدم والاحدث وهكذا. ده وش ام اس ما فيهاش كلام، لكن لقيت ان في الاشعه الرنين المغناطيسي في تحسن، وممكن تكون البوتش هي هياها، يعني القديمه هي على وضعك كبير بس مفيش جديد ومفيش تدهور، بالعكس بتخف. ده مرض ادم. تمام. طيب هل في اختبارات تانية علشان نميز ما بين مرض الادم ومرض الام اس غير اشعه الام ار اي؟ التاريخ الطبي المرضي ليك ولعيلتك، وخصوصا هتعمل ايه، وخصوصا اللقاحات اللي انت التطعيمات اللي اتاخدت، عمليه بذل، لان ممكن برضو يكون المرض التهاب السحايا او التهاب الدماغ. مش شرط اشعه الام ار اي توضح الام اس. تمام. طيب اختبارات الدم، الفكرة ان انا ما عملتش حاجة من دول ما عملتش غير ام ار اي بس، ويه البس ام اس مش عارف. مهم اختبارات الدم للتحقق من انواع امراض اخرى، يا ترى ايه ممكن يكون خلط بين مرض الادم القابل للعلاج ماكسيمم 6 شهور وانا الالتهاب عندي خلص، او ام اس ان انا لبست فيه عمري كله. طب هي هتفرق؟ هتفرق في نوعية الدواء. اللي انا فهمته ان الاسترويدات، ادوية اللي بتتاخد فيها الامراض اللي بتتاخد فيها الاسترويدات ما تتاخدش فيها كورتيزون. طب الام اس بيتاخد فيه كورتيزون، بيدي نتيجة عكسية لو انا ما عنديش ام اس. فهمتوا الفكرة في ايه؟ يعني لعل الله يحدث في ذلك امر. طيب في حاجات تانية، في عوامل رئيسية، عندك مرض سكر ولا لا؟ في حمى مفاجأة ولا لا؟ في غيبوبة حصلت ولا لا؟ في حاجات اعراض كتيرة متشابهة كمان عند الاطفال. يعني نرجع كده لورا شويه، يعني ما ممكن التهاب السحايا، ممكن يبقى فيه حمى ما تعالجتش، ممكن يعني كان زمان بيقولوا لنا ايه، اللي عنده التهاب في اللوز ده يعمل روماتيزم في القلب. ما اعرفش انتوا عارفين المعلومه دي ولا لا، التهاب في اللوز، اللوز ده لو ما اتعملتش العمليه هتعمل التهاب في القلب روماتيزم. ما علينا، بسم الله الرحمن الرحيم. سبب الادم ليس مفهوما. لاحظ الخبراء انه في اكتر من نصف الحالات تظهر الاعراض بعد اصابة بكتيرية او فيروسية، في حالات نادرة جدا تظهر الاعراض بعد التطعيم. مرض ادم، ومع ذلك في بعض الحالات لا يوجد حدث سببي معروف. من المحتمل ان يكون سبب الادم هو رد فعل الجهاز المناعي المفرط للعدوى او للقاح. انتوا عارفين، ومصحف اللي عامل لكم حلقه عن التطعيمات، ربنا يسهل الحال يا رب، مدي في عمري، هعمل لكم حلقه عن التطعيمات. ايه التطعيمات دي؟ التطعيم ده الفيروس نفسه بيحقنك بيه، بيحقن ابنك علشان الرد المناعه، جهاز المناعه يقوم كده كده جيش الاناني. هعمل لكم حلقه عن التطعيمات، حاضر. يصبح الجهاز المناعي مشوش،
يحدد ويهاجم الأنسجة السليمة زي الميلين. يعتقد معظم الباحثين أن الـ MS هو سبب الاستعداد الوراثي لتطوير المرض جنب الإنا جنب مع الفيروس أو ظروف بيئية. الاثنين ما فيهمش عدوى. يمكن استخدام الاسترويد بالنسبة للإيدم طبعا، الاسترويدات والحقن الأخرى لعلاج هذه الحالات. الهدف من علاج الإيدم هو وقف الالتهاب في الدماغ. التهاب التهاب واو هف هف اهدي ما تخافيش. تهدف الاسترويد القشرية الوريدية والفموية إلى تقليل الالتهاب، ويمكنها عادة التحكم في الإيدم. في الحالات الأكثر صعوبة بيوصى بعلاج الجلوبولين المناعي الوريدة زي ما احنا قلنا في المقال اللي قبل. الأدوية طويلة الأجل ليست ضرورية. طيب بالنسبة للإماس احنا كل ده لسه شغالين مقارنة. يمكن أن تساعد العلاجات المستهدفة للمصابين بمرض الـ MS في إدارة الأعراض الفردية وتحسين نوعية حياتهم. يعني مش علاج، يعني اللي انتوا بتاخدوه في الـ MS ده مش علاج. تستخدم العلاجات المعلنة المعدلة للأمراض لعلاج كل من الإيدم، لا سوري، لعلاج التصلب العصبي المتعدد المستحسن والمحسن والتقدمي الأول على المدى الطويل. توقعات طويلة الأجل: حوالي 80% من الأطفال اللي بيعانوا مرض إيدم هيواجهوا هجمة واحدة من الإيدم. معظمهم بيتعافون تماما في غضون أشهر من المرض. عدد قليل من الحالات يحدث هجوم ثاني خلال الأشهر القليلة الأولى. الحالات الأكثر شدة دي ممكن تؤدي إلى ضعف دائم نادر وفقا لمركز معلومات الأمراض الوراثية النادرة. نسبة صغيرة جدا من الأشخاص المصابين بمرض إيدم يصابون في النهاية بمرض التصلب العصبي المتعدد. يتفاقم مرض التصلب العصبي المتعدد بمرور الوقت ولا يوجد علاج. قد يكون العلاج مستمر. من الممكن أن تعيش حياة صحية ونشطة في أي من هذه الشروط إذا كنت تعتقد أنك أو أحد أفراد أسرتك قد يكون مصابا بالإيدم أو الـ MS، فاتصل بالطبيب للحصول على تشخيص مناسب. ده كان تاني مقال، الفرق ما بين الـ MS والإيدم. الاتنين التهابات في الدماغ، واحد بيخف أو على المدى القصير مش هيكمل أكتر من سنة، وواحد مستمر معانا فوريفر. واحد ليه علاجات استرويد بتحسن بتقلل من التهاب الدماغ، هو الفكرة كلها التقليل والتحكم وإنك توقفي التهاب الدماغ. والتاني مستمر معانا، لا ده ليه علاج ولا ده ليه علاج. الجسم ده كلامي أنا، الجسم بيشفي نفسه بنفسه. خلي عندكم ثقة ربنا سبحانه وتعالى، ما تدخلوش في حاجة تعك الدنيا. الإيدم والإماس بيتكلموا في إن من الأساس كان تطعيم أو لقاح غلط، أو إن في كده في أجسام كده جهاز المناعة بالنسبة لهم مشوش. إيه اللي دخل عليا ده أنا مش فاهمه، فما قدرش ان هو يعمل حاجة فيه. ادوا لجسمكو البيئة، وفروا له البيئة المناسبة ان هو يحسن نفسه. انت لما بتتعور هنا في صباعك بتقطع صباعك، بيتقطع الصباع ولا ده اول حاجة بتعملها ايه؟ ده انا اتعورت، بتعمله كده، بتحسس عليه، بتطبطب عليه، بتسيبه في البيئة بتاعته اللي هي ايه. ما جيش مثلا انا عارفة ان انا صباع متعور فاقوم اغسل المواعين حالا، ولا اخد الغسيل فمين، ولا ما اعرفش ايه. لا، هوفر له البيئة المناسبة علشان الجرح يلتئم، الجلد يرجع تاني، الدنيا تطلع حلوة تاني، ما فيهاش مشكلة. كم مرة اتعورت؟ كم مرة وانت بتحلق دقنك وانت بتغسلي وانت باي حاجة؟ كم مرة؟
كم مرة ولدتي وقمتي مشيتي على رجلك؟ كم مرة ادوا لجسمكم فرصة ان هو يستجيب؟ شكرا، طولت عليكم معلش، بس ده مقالين، وبمشيئة الله تعالى لو عرفت اي حاجة جديدة عن مرض ايدم هقول لكم عليها، ودمتم سالمين. سلام عليكم، باي باي.